كان يا مكان في يوم من الأيام والشمس طالعة ومنورة. كانت جميلة راجعة من المدرسة مترددة، وفي الطريق قعدت تحكي لبيرو، قالت له إن في حفلة كبيرة قوي هتبقى في المدرسة واختاروها هي بالذات تغني في الحفلة دي. فرح بيرو جدا بيها وسألها هتتدرب إمتى وشجعها قوي وسألها هتبدأ إزاي، لكن هي قطعته وقالت له إنها مش عايزة تعمل كده وإنها خايفة قوي وشايفة إن صوتها مش حلو، ولما تطلع على المسرح صحابها يتحكوا عليها. لكن بيرو قال لها إن صوتها حلو جدا وما ينفعش تخاف. قال لها طب إيه رأيك تعالي ناخد رأي بابا. وفعلا لما رجعوا البيت دخل بيرو جميلة أوضة بابا وحكت له جميلة وقالت له إنها خايفة جدا، لكن رد فعل بابا كان غريب جدا بالنسبة لجميلة، لأنه قال لها لازم تركز بس في التدريب على الأغنية وما تقارنش نفسها أبدا بأي حد تاني، وقال لها إنه هيجيب لها مشروب سحري لو شربته هتغني كويس جدا، بس بشرط إنها تتدرب كويس وتركز كويس جدا. وعملت جميلة زي ما قال بابا بالظبط وركزت واتدربت كويس جدا جدا. ويوم الحفلة جميلة طلعت على المسرح وغنت حلوة قوي قوي قوي، كل الناس سقفت لها وكل أصحابها كانوا مبسوطين جدا بيها. هي كمان جميلة كانت مبسوطة قوي باللي وصلت له وراحت لبيرو بسرعة وهي فرحانة. هو كمان كان مبسوط بيها قوي علشان غنت حلو، وقرروا انهم لازم يروحوا ياخدوا المشروب ده تاني من باباهم. لكن لما راحوا لباباهم يسألوه قال لهم حاجة غريبة، قال لهم ده مش مشروب سحري ولا حاجة، ده مشروب عادي جدا، وقال لها انها غنت حلو علشان هي اتدربت كويس وعلشان ركزت بس على الأغنية مش في انها مش هتعرف تغني، وقال لها ان السحر اللي بجد جواها بشطارتها، لو ركزت كويس فيه هتقدر تعمل كل حاجة، بس لازم الأول تصدق انها هتعرف وتركز في اللي بتعمله وتتدرب كويس. وفهمت جميلة وبيرو قصد باباهم وشكروه كتير علشان ساعدها تكون واثقة من نفسها، وبقت جميلة بتغني في كل حفلات المدرسة من غير أي عصير لكن بصوتها الحلو وتركيزها، وكانت كل مرة بتكون أحلى من اللي قبلها. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة.